زهرة، احنا عن المباشر دابا ايضا نستضيف زهرة القنوني مسيرة فضاء جمعية فضاء زلاجو بجل صاحبة مقهى الثقافي عائشة اليعقوبي الكائن بفندق زلاجو. نعم يعني فضاء عائشة اليعقوبي بفندق زلاجو، يعني كاين هاد السهرة التضامنية يعني مع المشكل اللي عندكم انتم مع يعني فيما يخص يعني تسير هاد يعني بغينا نقولوا الصعوبات والمشاكل اللي تلقيتوها في تسير هاد الفضاء. الان كاينه سهرة تضامنية، شنو يمكن تقولنا على السياق ديالها وال يعني والمضمون ديالها؟ الحقيقة السهرة ماشي هي بسبب النزاعات وماشي بسبب المشاكل، لأن النزاعات رغم هي في الطريق كان طريق الحل ديالها. الهدف من هذه السهرة هو نعرفوا لنا شنو هو المقهى الثقافي، شنو هو المقهى الثقافي، شنو كيعمل المقهى الثقافي، شكون مرواد المقهى الثقافي، وشنو هما الطاقات والابداعات اللي تفرزت على هذا المقهى الثقافي. يعني هذه مجموعة الشباب اللي تلاقوا في هذا المقهى الثقافي، والأغلبية تكونوا في هذا المقهى الثقافي وتلاقوا مع بعضياتهم، يكونوا فرق وكيعزفوا الموسيقى وتلاقوا مع بعضياتهم. خصنا نسلطوا الضوء على باش الناس يعرفوا شنو هو هذا المقهى، شنو كيعمل. هذا هو الهدف من نعم الصحيح. إذا الفضاء الثقافي هذا كان هو أول بادية يعني اللي لقات يعني الصدى ديالها، يعني كانت هناك تجارب أخرى ولكن مع الأسف يعني فشلت، لأن لم يكن هناك فضاء أو مكان يعني سواء لإقامة الحفلات أو أي طبيعة أنشطة ثقافية. إذا الفضاء يعتبر يعني أول من نوعه الذي عبر يعني تمكن من النجاح يعني ولم مجموعة ديال الطاقات والإبداعات وداك الشيء. بالنسبة لك ممكن تكلمنا على التجربة ديالكم أنتم من إدارة هذا الفضاء هذا؟ المهم يا انا في الحقيقه انا قد هذه الفكره كتراودني هذه 3 سنين، وانا باغا نخلق شي مقهى ثقافي ولا شي مكان ثقافي في مدينه العريج، لان مدينه العريج كتفتقر بحال هذه المشاريع بحال هادو. المهم منين شفت الفضاء ديال زلجو بحكم انه تاريخي وجا في المدينه القديمه وعندي واحد العلاقه معاه التاريخيه ملي كنت صغيره كنعقل على ذاك الفندق عندي في الذاكره ديالي، قلت زعما هذاك المكان زعما افضل باش نخلق فيه واحد الفضاء يكون ثقافي. هيدا بدات الفكره في فبراير، بدات الفكره فبراير 2019 نعم، لانه يلاه فيه حديث نعم العهد. نعم المهم ديك الفكره وبقيت شي شهر وديك الفكره وطيح لي وقفه، ولكن ما بغيتش زعما نيأس، قلت ماشي مشكل. بقيت صبرت واحد الشهر، بداو كيجيو الموسيقيين، بداو كيجيو المثقفين، بداو كيجيو الناس ديال العرايش النقبة، بقاو كيجيو ناس اخرين، الناس كيبغيو يجيو يعملوا مطالعة. جبرت ان واحد لقى واحد الاقبال كبير هذاك المقهى وطور وبدا كي ماشي غير واحد المجموعة ديال الشباب اللي كيجيو، اي موسيقي كيجي من العالم ولا كيجي من شي بلاصة كيجي تما كيجي يعزف الموسيقى، حيت كتعزف الموسيقى من اجل الموسيقى. كاينة كتب للمطالعة، كاينة الشطرنج، يعني واحد الفضاء بديل تخلق ديك الفضاء وطور دابا وصل لديك الاوج ديالو، عطى واحد الطاقات وافرز واحد المجموعه ديال الشباب اللي تلاقاو مع بعضياتهم، تجاوبوا مع بعضياتهم وعملوا الموسيقى. وعلى داك الشيء حنايا بغينا نعملوا هاد السهره باش نوريو للناس اللي ما كيجيوش عندنا المقهى. اذا الهويه ديال هذا الفضاء هذا خذ الطبيعه الثقافيه ديالو، بالاضافه الى ذلك ابراز الموروث الحضاري والثقافي لمدينه العرائش سواء في الاثاث او في اللباس او في الديكور او في يعني في الثقافه، يعني هو يعتبر يعني شكل مغاير لنمط السير ديال المقاهي، يعني اما كتكون للاستهلاك او اللي يعني الطابع التجاري، وانت خديتي الطابع الثقافي. اذا بالنسبه لك يعني انتم استطرتم عندكم برامج سنوي يعني كان فيه الانشطه كتكون عندنا برنامج ما قدرناش نعملوا للاسف البرنامج السنوي لان دابا عندنا خلافات، ما قدرناش نجلسوا مع بعضياتنا باش نعملوا واحد كالندري، ولكن عندنا واحد استعمال الزمن اسبوعي، يعني تدريب الموسيقى المطالعه، وهي مبادره ديال الشباب هما باش هذوك الفضاء يتقسموا كاملين بهم مع بعضياتهم. اذا هاد الحفله هذا اللي عندكم دابا، اذا احنا مباشره من قاعه سينما ابي ندى التي ستحتضن قبل قليل سهره تضامنيه يعني مع هاد الفضاء الثقافي، يعني اللي كيعرف الاستمراريه ديالو يعني في التسيير ديالو ديالو، ويعني والسلطات المعنيه
كلهم يعني يردوا البال ويعطيوا واحد الدفعه لهذا الشباب هذا، وانهم يحولوا دون العراق اللي كتوقع في الطريق وهذه المشاكل، لان هذه مش مشكله ماشي طبيعيه يعني باش تقدر باش توقع. كلمه اخيره استاذه زهره قنوني، سيدة فضاء عائشه اليعقوبي اللي في فندق تلاجو. كنشكر الله راش انفو على هذا المهم على هذه المبادره، وانا حقيقه مفتوحه لاي حاجه. زعما من السماء ومثلا في المشروع هذا، لان انا واحد الانسان رانا ديجا معروفه في. اذا هو اول فضاء يعني فضاء شبابي، فضاء ثقافي، فضاء مواطن يعني اللي كيكرس المواطن يعني في العلاقه في التواصل مع الشباب، وهذا هو اول بادره، بالاضافه الى ان جانب اخر يعني ابراز الهويه الحضاريه والثقافيه لمدينه العرائش. نعم هو اللي كيلتزم يعني التحملات اللي فرضها يعني يعني مالك او يعني الفندق، ومع ذلك يعني كيعرف الصعوبات يعني في يعني في السير ديالو. كنتمناو التوفيق يعني والاستمرار لهذا. يكون هذا شي صحابه دايزه يعني باش نجلسوا ونهضروا باش كاملين بينا نستمروا، يعني واحد المشروع ثقافي بحال هذا زعما حرام يضيع بسبب خلافات النزاعات. انا بدا ما يقصقش في راسو، مابقاش عصر راسو بزاف، يقول انا انا الملك. راه ما كاينش الملك هنا ديال الفكره ولا الملك ديال حتى شي حاجه، انما الفكره كتطور وكتعرفي شنو ما عطات. وكنتمنى ولكن مع ذلك ما بغيناش نديرو هذا الموضوع، ندخلو في النقاش يعني ديال التسيير ديال هذا وشنو التحملات اللي كيفرضها التسيير النادي، لانه موضوع اخر. وهذا يعني الحقيقه يطرح مشكل ديال التحملات اللي كيفرضها هذا يعني الفندق في التسيير ديالو يعني في زعما موضوعات القانون يعني الداخلي. هل هو فضاء، ونتساءل هل هو فضاء العرض، هل هو فضاء ثقافي، او فضاء يعني عنده طابع سياحي يعني الهويه ديال وهذا خصها توضح. وهذا كنظن ان مثلا كان ممكن جميع يمكن يكون استشاره مع اهل الثقافه والفن والابداع وحتى اللي عندهم علاقه بالتنميه يعني يشاركوا فيه، يكون واحد اطار تشاركي باش يمكن يبرز الهويه ديالو شنو باغي هاد المرسل، ويكون المسائل القانونيه ديالو واضحه باش يدخل اي واحد اللي غادي يشد داخل المحل يكون عنده رؤيه واضحه، لان اي واحد ياتي بمشروع فهو حامل لمشروع يعني، وملي كيستغل المحل يمكن يطور هذه العلاقه يعني تكون عنده شروط واضحه يعني سواء من حيث الاجال من حيث الاهداف الى اخره. وهذا حقيقه هو اللي هو السؤال المطروح، وهذا نقاش ايجابي يعني ماشي زعما شي ما نقولوش نزاع، انما هو نقاش ايجابي من اجل تطوير الفكره والمبادره وداك الشيء، ومن اجل تطوير الفضاء الثقافي، لان مدينه العرائش حتى تفتقر فعلا الى الفضاء الثقافي. شكرا زهره قنوني. شكرا لكم. الى مبادرات اخرى. شكرا. شكرا لك. اذا احنا مباشره من قاعة سينما أبنيدا ننتظر دخول الجمهور، وكذلك فرق المشاركة افتتحته صمبا راتشي يعني على إيقاعات الصمبا. نتمنى يعني حضور الجمهور ليساهم في إنجاح هذا الحفل. إلى اللقاء، سننتقل لكم مباشرة في عيس هذا الحفل.